يعاني عبد سعيد في هذا المنزل المؤقت في منطقة فقم من الأمرين نزوح قسري عن قريته ذباب ومرض السرطان الذي لم يجد له علاجا مجانيا كالسابق، فقد تخلت عنه وزارة الصحة كما تخلت عنه منظمات الإغاثة وعن غيره من النازحين القاطنين في الضواحي الغربية لعدن. أكثر من 4 شهور لم تصل لنا لا إغاثة، إضافة إلى ذلك المرض أيضا دق ما دق. الصحة كانوا يعطونا نص بنص، يعني اللي تعامل معنا يقول لك علينا نص وعليكم نص، أتحملنا 30,000 وهم يتحملوا 30,000. كاميرا بلقيس التي زارت من قبل هؤلاء النازحين عادت مرة أخرى لتسلط الضوء على الحالة الصحية لهم، خصوصا تلك الحالات الحرجة المحتاجة رعاية خاصة وتخفيفا للأعباء المادية الباهظة. هذا معنا غير الدكتور هذا الأجنبي اللي فعل العملية ولا كل شيء، شراء العلاجات هذا كل حاجة. الشاب عبد القوي كاد أن يتحسن بقليل من العلاج الطبيعي، لكنه محروم حاليا ومن الحركة في غرفة واحدة يقتسمها مع أمه التي تحدثت بمرارة عن يتم ابنها وإخفاء ابنها الأكبر من قبل ميليشيات الإنقلابيين. مصاريف العلاج كنا في وطننا كنا نعالج من مواشي من أرضنا من حقوقنا، الحين خلاص لا نقدر نعد نعالج، ولا حصل من المنظمة حصل 1000 ريال ورحنا نعالجه بها اللي نحصله من المنظمة اللي تعطينا احنا اياها. أخوه ضحى بنفسه مع مورده فوقنا المنازل ونحن فرينا، نحن نحمله نسى نحمله، ولد معي مرافق ضحى ابن أخوه يحمله معنا، نحمله نحن وياه واخته فرينا بنحمله حم. تمتزج هنا الكثير من المرارات والانتهاكات التي تتقاسمها جميع الأطراف من ميليشيات وحكومة شرعية ومنظمات إغاثية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.